حوالي 50,000 شخص خرجوا إلى شوارع العاصمة البيروفية ليما للمشاركة في مظاهرة تندد بالعنف ضد المرأة في البيرو، حيث تفاقمت ظاهرة الاغتصاب والقتل ضد الفتيات والنساء في السنوات الأخيرة. المظاهرة الضخمة جاءت تلبية لنداء منظمات المجتمع المدني ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. نحن نسير هنا للدفاع عن فكرة معينة، وهي يكفي من سوء معاملة النساء جسديا أو نفسيا. كأم أريد أن يخرج أطفالي بكل حرية للشوارع. الأحكام الصادرة بخصوص قضايا العنف ضد المرأة لم تكن في مستوى انتظاراتنا. حان الوقت لوقوف الرجال والنساء معا في مسيرة موحدة ضد العنف. نحن بلد كبير، لكن لماذا يسجل ثالث أعلى معدل العنف ضد المرأة في العالم؟ رئيس البيرو بيدرو بابلو كوزينسكي الذي انضم إلى المظاهرة دعا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة نبذ العنف ضد المرأة. بيانات وزارة شؤون المرأة البيروفية أشارت إلى أن 7 سيدات من بين كل 10 سيدات في البلاد عانين من سوء المعاملة.